انا الحاجه نوفا طبعا، ان انا من مواليد القدس يعني، من مواليد 52. بالنسبه للتراث والشغلات اللي زي هذا يعني، هذا لك صحينا لكينا اهلنا بالنسبه للعروس، بالنسبه للمناسبات، للافراح، لللبس، لل يعني زي ما لكينا هم ماشيين، احنا مشينا طبعا. كل كره لها لبس، كان يكون يعني لبس مثلا بيت لحم بخلف عن لبس السبع، لبس رام الله والقدس والشكة، هاي يعني احنا لبسنا طبعا معروف، احنا لكينا امتنا وستنا جميع ما يعني احنا اللي كنا هنهم بيطرزن واحنا جينا من وراهن طبعا. هذا مش شغل يوم يومين، على الاكل على الاكل بدك بعدها 7-8 أشهر تقل في الثوب. هاي بتيجي على السناره حبكه، طبعا الثوب بكبكطه بترتبه في بعضها وبدرزه على الماكينه بجهزه في بعضها هيدا، وبعدين بتحكي لها هاي الكمام وهاي الكبه وهاي الكمام، بعدين شيت هاي هذول سبايل، هاي بتدخل الالوان، هاي بحر هذا اللون بيجيش مختلف جنب اللون هذا، هذا اللون ما بيجي مختلف جنب اللون هذا، يعني انت بدك الواحده تبقى يعني معلم في الشغلات اللي زي هذا اللي يظبطها هو، هاي بتجي يعني واحدة 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 واحدة، كل لون مختلف، هذا يعني شيء بتعب بس حلو، واللي علي نفس الشكل، اللي علي نفس الشكل، هاي هذا هذا بكل رومي وهذا رومي، هذا للمناسبات الخاصة يعني عرس، مناسبة يعني حفلة، عزومة يعني شغلة هيدا. هذا ليوم الحنة، هذا برضك نفس الشكل للعرس، أيام العرس يعني، هذا لا عادي مناسبة ضيوف، أجى عندي حدا مناسبة سهرة عند ناس، هذا يعني بروح فيه على رام الله، بروح فيه على القدس على الصلاة، لأنه يعني خياطة مش تغلبش يعني زي هذلك. هذا لباس الأصلي، لباس القدس، فيش واحد بيقدر يقول عليه أي تعليق. وإن شاء الله إن شاء الله إنه مش راح ينقرض من على وجه الأرض جميعها، حتى لو الناس حاولت تمثل وتدخل، يعني اليوم بدخلن عروق في شفون في شغلات، بس بظل التراث الفلسطيني هو الأصل.